ربنا يستر. يلا يا عمر يا ولدي اركب اركب طوالي. طمن عليه الاول. هو كيف ما انت شايف اهو طب من كل وجع منقوط عايزين نلحق نوديه المستشفى بجنن. سكت عليك النبي يا عمر لا تركب. النبي يا عمر لو سالوك في المستشفى يبقى قول ان ابوك. ما هو طبعا ابوي. اسمع يا اسطى نطلع من طريق الاسفلت على جنى طوالي اخوي تعبان ما هو ناقص خطخطه. هاجي معاك يا ابوي. مفيش مكان عم حسن واخد نص العربيه خليك انت يا بكري. اسمع يا بكري هتعود على النجاح هتقول لعمك مغاورين مع رجاله العيله كلهم ويحقق في موضوع سرقه الفلوس دي مع ناسنا الاول. هي ناسنا اطلع يا اسطى يلا. اوعى بكري ربنا يطمنكم ويطمنا. يا ريس دياب يا ريس دياب. في ايه يا شوقي مالك؟ متهيألي في حاجه حصلت عند عيله حسان. اني قابلت شهيان ومغاوري فاكرهم جايين العزاء لقيتهم حوضوا على بيوتهم من غير ما حتى يردوا علي السلام. دلوقتي بانوا نعرف كل حاجة. يا ريس دياب الكبير وصل. لا مؤاخذة يا خواجة نسيتك حاسب لا توقع. تعال يا خواجة يا رجالة شيلوا الشنط. تفضل يا خواجة تفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا 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 عمي وحشتني قوي. مرحبا كبير بندرية. عرفت يا ولد أخوي موت نافع؟ عرفت عرفت يا عمي. الله الله يرحمه. الله يا رجاله تفضل يا خواجات تفضلوا. مين دول يا عم؟ دول الضيوف يا عمي. بس ايه دول الضيوف اللي هنشوف على ايدهم الخير كله. السنيور لا مؤاخذه سنيور على طول بتلخبط في اسمك. كفايه تقول السنيور بس لانه ما فيش سنيور غيري. شكلك مش غريب علي يا سنيور. يلا يا شوقي يلا خذ الخواجات وقعدهم جوا يلا وضيفهم. يا مرحبا يا مرحبا تفضل عمي. عايزين نشوف بيت نقعدهم فيه ويكون لوحديهم وبراحتهم. هم يقعدوا هنا كتير؟ كتير قول طوالي. دول يا عمي اللي هنشوف على ايدهم الخير كله. دول اللي هيرجعونا لايام زمان ايام الخواجه بيني. الخير هيعم على النجع كله ويحل لنا كل مشاكلنا. مش تقولك ده يبقى ما فيش احسن من بيت عمك سعد اهو بيت طويل وعريض وام جميله قاعده فيه وحدها. ام جميله هتروح فين؟ ام جميله نجيبوها تقعد هنا وسطينا ويا سيدي لو رست علي انها تجوزها اتجوزها وتيجي تقعد في البيت هي وبنتها. يا سلام عليك يا عمي وجاي على نفسك قوي. يا سلام تغرفس من وراي. عيب عيب. ماشي يا عمي ماشي. على العموم هي مصلحه وفكره زينه بس هتعمل ايه في رجايا امي؟ ده نارهم عتجيد. ده كفايه انت بس اللي تعرف دلوقتي وقدام شويه هنبقوا نقولوا لهم. بس قول لها انت. ماشي يا عمي روح انت لام جميله وخليها تفضي البيت على ما اقعد انا مع الخواجات جوا. اوامرك يا كبير البندريه. بقول لك يا عمي ايه اللي حصل في بيت حسان؟ شايفهم كلهم راكبين الميكروباص ورايحين على البندر. شفتهم وانا جاي في ايه؟ مالهم؟ اكيد حصلت لهم حاجه عفشه. بقول لك ايه خلينا دلوقتي ام جميله سيب عيله حسان بعدين. يلا عن اذنك. يا اهلا يا خواجي. طمنا يا دكتور الله يخليك. والدك يا باشمهندس. ايوه والدي احنا تحت امرك في اي حاجه يا دكتور بس اخوي يقوم بالسلامه. واضح انه تعرض لصدمه عنيفه سببت له الحرق. احنا ادينا له مذيبات للجلطه لغايه الحاله ما تستقر. بعد كده هنعمل له اشعه قطعيه على المخ بس الموضوع طبعا هياخد وقت. يعني في امل انه يخف يا دكتور؟ باذن الله كل حاجه هتبان بعد الاشعه القطعيه بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. لا انتوا تجيبوا مناع يتصرف مع ابوه. اصبر شويه يا نسمه عقلي متخلبط دلوقتي. ايه اللي حصل يا عم ناجي؟ الصدمه اللي توصل عم حسان للحاله دي. بيتنا اتسرق يا ولدي. شقى 6 سنين في الارض الجديده كله راح في لحظه. اتسرق مننا يا ولد اكتر من 2 مليون جنيه. اه يا ابوي كان بيتمنى يبني بيت كبير على الارض كان بيحوش كل قرش علشانها. لا انا قاعده تحت رجلين ابوي انا اللي هاخده. ممكن نخليك مرحبا معانا ونجيبك سرير كمان. يلا بينا يا عم ناجي ندفع حساب المستشفى نشوفوا لكندا نبيته فيها للصبح. يلا يا شاهين. بيته فيها انت وشاهين. واطلع طوالي على سوهاج عشان اشوف مناع وبلغه. وانت صاحبه اكيد عارف مكانه.
معقول هيقعد الفترة دي كلها في نفس المكان؟ ربنا عالم إذا كان عزل. يبقى العقل ببيت معنا الليلة دي في اللقبة، ومن بكرة الصبح تطلع المحطة، ومنها تطلع المزرعة اللي أنت بتقول إنها تبعه دي. فكرة زينة برضو، معك فلوس لحساب المستشفى عم ناجي؟ الستار موجود يا ولدي، الفلوس اللي ما تسرقتش دي هي اللي قبضناها امبارح من بيع الغلة، لولا كده ما كناش قدرنا ندفع الحساب. قدروا لطف يا عمي، قدروا لطف. الحمد لله يا ولدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا، يا مرحب بالخواجات، يا مرحب. دقيقه واحده ولع النور. يا سلام، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تعرف يا خواجه، يمين بالله ومليك علي يمين، البيت ده مبني زي بيت ابوي بالضبط. عمي سعدون صمم يبنيه زي بيت ابوي. موقعه جميل، اظن ده ورا بيوتكم على طول صح؟ احنا قصدينك ده يا خواجه، علشان يبقى بيت ابوي في الاول وبيت عمي في الاخر. ليه؟ علشان نحوطوا العيله ونحموهم. احنا اللي هنحميكم يا همام، بس هو عايز شويه توضيب. شوف يا خواجه، البيت ده هيكون بيتكم وهيكون مطرحكم، اعملوا فيه ما بدلكم. لا، احنا عشان يكون بيتنا لازم نشتريه، ولازم يكون بعقود كمان. شوف يا سنيور، انا كلمتي بمليون عقد، انا كبير هنا، محدش يقدر يكسر لي كلمه. لا معلش، لازم نشتري البيت والارض اللي حوالين البيت ونعمل عقود بكده يا همام. ايه ولا تكلف نفسك يا خواجه، انت مش قلت هتقعد هنا وقت الخطر بس، يعني وقت التشوين والحصاد ووقت البيع. يا مرحب يما، يا مرحب، نورت البيت. مش باين، ما انا كنت مرتاحه في بيتي لولا حكم الكبير. وهمام يحكم في اللي ملهوش فيه ليه؟ وليه ده قلب النغراب وخواجات اتخوت ده ولا ايه؟ اهو بيعمل لصالح العيله كلها، ولا عاجبك الزرع اللي كانت بتخيب سنه ورا سنه وما فيش قرش واحد؟ وهو عشان يعمل لصالح العيله يطلعني انا من بيتي ويخليني ضيفه بدل الضيوف. ويرد ضيفه مترحب بيها في ايه يما؟ ده احنا نشيك على راسنا، واللي مش عاجبه يمشي. هو مين اللي يمشي يا بيه؟ مش اشفر كبك، البيت ده بيتنا ورجايه من قبل جوزك ما يتولد، يعني لا انت ولا همام ولا امك اتحكموا فيه. ما تتحمقيش كده يا عجيله، ده انت صاحبه عايا، انا اللي هعود على بيتي واخليه يشوف له صرفه في ضيوفه، ان شاء الله يجيبهم هنا وسطيكم يعكننوا عليكم ما دام ما تعرفوش حمد ولا شكرانيه. استني يما استني، دول قاعدين بره همليني. هو انا ناقصه حرق الدم ولو يبوس في خلقتي؟ ده انا صاحبه جميل عليهم. يما راحه فين دلوك؟ ارتاحي ارتاحي، طالعه على بيتي واللي يحصل يحصل. يما البيت مش ناقص مشاكل يا عم، احنا كسبانين، وان كان على البيت هنبني بيت احسن منه، وهناخد فلوسهم مرتين عشان تعيش في البيت متهني انت ومرتك الجديده. خلاص، يبقى نبني البيت جارهم عشان تبقى عنين عليهم دايما. جارهم ليه؟ عمايل الخواجات ما تلدش علينا، وكل ما بعدنا عنهم كل ما كان احسن. معاك حق. باه باه باه، خبريهم جميل، لما خلقاتك رايحه على وين؟ مش هلقى راحتي غير في بيتي، رجعوني لبيتي، ما عايزاش اقعد مع حد. يا ام جميله، بيتك خلاص بعناه للخواجات، والفلوس بتاعتها وهنبنوا لك بيت ساعدك. خلاص اتفقنا انا وهمام، توما البيت يخلص حنروح نقعدوا فيها على طول. ادخل يا ام جميله، ادخل يا حماتي، وتحمل شويه عشان المصلحه تمشي، وان كان على امي هنبه عليها ملهاش صالح بيكي. اتحمل وامري لله. ربنا يخليك يا ست الستات. وخلاص البيت هنبنوه اسرع من البرق، امحيتي فلوسه حاضره، وبعد كده هنعلن جوازنا طوالي. يحضر لك الخير يا سبع النجم، امري لله. تفضلي يا ست الستات، تفضلي. سلام، يا سلام عليك يا عمي، طلعت واعر قوي. امال ايه يا ولد اخوي، حماتك دي ولا بنت البنوت؟ يالله هنيالك يا عمي. السلام عليكم يا بندريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا مغاوري، تفضل. ازيك يا مغاوري؟ تفضل تفضل. ايه يا مغاوري، سمعنا عنكم حديث واغوشنا عليكم. في حد فيكم عمل الواجب والاصول وجه سال عن اللي حصل؟ اه يا مغاوري، ما انتوا كمان عارفين ان احنا كان عندنا عزاء. انا لسه معاود من سفرية طويلة، وقابلت مناع وشايع معايا هدية لابوه وامه. ايه ده؟
ولدي فلوس جبتوها من وين؟ انت مالك؟ مالكش صالح بالفلوس دي؟ ليه يا صالح ونص يا همام؟ عشان انا عارف الفلوس دي فلوس مين؟ ما كانش العشمة بنت ريا تتقلبوا حرامية على اخر الزمن؟ لا بابا انت فهمت ايه يا مغاوري؟ فهم صح؟ وربنا بعت دلوقتي عشان اشوف فلوس حسان عنديكم. فلوس مين يا راجل يا مخلول انت؟ مخلول؟ كل حياتك علي انا همام؟ علي الطلاب بالدلات ندفعك قدام الغالي يا بنت ريا. وانت عايز تقول علينا حرامية ونقول لك متشكرين اياك؟ وانت كيف مش حرامية؟ حرامية؟ فلوس دي فلوس حسان 2 مليون جنيه لو ما رجعتوهاش الدف هيغرق الناجع كله 70 بنت ريا. مغاورة افهمني. روح روح واتكلم على قديك. احنا لا يهمنا انت ولا نمشي عينك. سبت امشي ليه يا ولد اخوي؟ لازم نفهموا الحكايه. عنه ما فهم سيبوا يغور. طول عمرهم بيسرقونا واحنا ساكتين. مناع كان بياخد نص ثمن الحشيش لوحديه ويقسم النص الثاني علينا يا عمي. ايه؟ وانت ايش دراك؟ امال انا جايب الخواجات معايا ليه؟ الخواجات فهموني على كل حال وفهموني كمان ان كل اللي يملكه مناع احنا لينا فيه وحتما لازم ناخده. انا هتجنن يا مناع بيه. ازاي تلحس الكلام اللي قلته في المؤتمر كده؟ الحزب يفقد المصداقيه. وبعدين اتفضل يا سيدي، مليون شكوى من كل الجهات بسبب رفضك التعاون معاها. يعني الدوله تفتح المجال للاستثمار الاجنبي وسيادتك التابع للحزب بتاعي تكفله. يشوفوا لهم مصنع سماد تاني. عندهم مصنع منجبات قالوا يعملوا المشروع تحت اشراف الحكومه. وماله؟ وناخد اصوات الانتخابات من اسيوط. جرى لعقلك يا مناع؟ امتياز وجاي للمحافظه، اسيبه لمحافظه تانيه عشان سبب هايف زي ده؟ وبعدين يا سيدي هم عاوزين قطاع خاص، ما عايزينش قطاع عام ولا دوشه القطاع العام ولا بيع القطاع العام. وانا ايش ضران ان المشروع دي مع مصلحه البلد ولا ضدها؟ كنت خبير بيروج انا ولا كيمياوي؟ ولا ده ولا ده، ولا الموضوع يخصك من اصله. ولو عاوز تعمل معهم عقد يجنبك اي اضرار او مسؤوليه، الحزب هيقف جنبك بكل قوته عشان نحسن الصوره الوحشه اللي سعادتك حطتنا فيها. كل شروطك حطها في العقد، بس المهم الناس تشتغل وما يتقالش علينا بنعطل المصالح الوطنيه. لما يكونوا الخبره كلهم اجانب ومحدش عارف بالظبط ايه هدفهم يبقى لازم نقلق. مش مسؤوليتك ولا مسؤوليتي، دي مسؤوليه اللي فتح لهم الباب وجابهم اصلا. سلامتك يا ابوي. سلامتك، ما تخافش. انا نسمة، احنا في المستشفى في جنة. ايه اللي جرى يا بنتي؟ ما تتكلمش يا ابوي، ما تتكلمش، ما تقطعش قلبي. ان شاء الله هتقوم وتبقى بخير. ايه اللي جابني هنا؟ المهندس عمر هو اللي جابك هنا وراح يجيب اخويا مناع، وانا وعمي ناجي قاعدين وياك. بس سمحوا لي بيت وياك. مناح ولدي، انا عايز مناح. عمر ان شاء الله يجيبه، هو الوحيد اللي هيعرف يتصرف في النصيبه دي. الفلوس راحت، شغل عمري كله راح. صحتك بالدنيا والارض باقيه. مين اللي شاركنا؟ هنعرف نجيبه يا ابوي وهنجيب فلوسنا وحقنا، بس المهم تقوم بالسلامة. صباح الخير. صباح النور. هو الحاج فاء؟ الحمد لله، بتكلم معايا. عال عال كده، يبقى في امل كبير باذن الله انه يطمن ويبقى زي الفل. يا رب. يا ريت بقى ما نتعبوش اللي يكلم كتير. معلش يا حاج، سامحني، كل ده عشان خاطر مصلحتك. هقول ايه يا ولدي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه كده، ارمي حمورك على الله وان شاء الله كله هيبقى زي الفل. ممكن بقى تفضلي عقبال ما انت تشوف على الحاج.
عمر. ايوه. دخل بسرعه يا سامي. ماشي. سامي. اياك تخلي حد يخش علينا، فاهم؟ يا ساتر استر يا رب. يا ترى ايه اللي جابك يا عمر غير الشديد القوي؟ السلام عليكم يا مناع. عليكم السلام يا عمر. وحشتني يا راجل. تمام. خير يا صاحبي؟ رميت الهم على كتافي وفتني يا مناع. وجعت قلبي يا عمر. ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خير. وهم كويسين؟ فاطمه كويسه؟ البيت فيه حاجه؟ انطق يا عمر. انا ما اعرفش حاجه عن التفاصيل. كل اللي اعرفه اني نقلت ابوك المستشفى عشيه في قنا، والدكتور مش مطمن للحاله. ابوي كان قلبي حاسس. يلا يا عمر دلوقتي، يلا ممكن نكمل في الطريق. انتوا واخدين ابوي على فين؟ نعمل له كات سكان. يعني ايه؟ اشعه المخ. يلا بوري. يلا مخه. طب استنوا ادي معاه يا بوي. طب اعمل ايه؟ لحظات بس، لحظات وانا فاهمك. في ايه؟ سيبهم بس نشوف شغلهم وهم هيخلصوا ورجعوه هنا تاني، وانت اقعد استريح. طب ما تستنوا اخويا مناع لما يجي، ده باش مهندس بيفهم في الحاجات دي وممكن ما يوافقش ويقول لي ازاي هملتيهم ياخدوا ابوكي كده. ما تخافيش، دي اشعه مهمه ولازم تتعمل عشان نعرف نعالجه صح. يعني يا دكتور دي مش عمليه؟ لا يا ستي دي مش عمليه، دي صوره كانوا رايح يتصور عند المصورات، بس احنا المصورات بتاعنا بيصور الجسم من جوه مش من بره. طب بالله عليك يا دكتور، هو حالته خطيره ولا لا؟ اي حاجه في المخ ما بتبقاش سهله يا مرعب، بس عامه بعد الاشعه هنعرف مدى الخطوره وامكانيه العلاج منها. مع السلامه. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. اقول لهم ايه لما يجوا؟ اقول لهم ايه؟ اخذوا ابويا مني كده وانا قاعده زي الخايبه. ربنا يسوقك يا مناع، ربنا يسوقك يا اخويا، انت اللي هتلحقنا من المصيبه دي. ايوه يا مناع، انت فين؟ ومين اللي بتزوره في مستشفى جنى؟ طيب بروفيسور فايهايزر قاعد قدامي وعايز يكلمك. معاك. شكرا. اهلا مناع بيه. انا طبعا مش هعاتبك على الميعاد اللي انت لغيته من غير ما تبلغني. ده رضوان باشا رئيس الحزب هو اللي حدد الميعاد. عموما مش ده موضوعنا، لان حتما جات لك ظروف بتشفع لك. انا هنا ليه؟ انا هنا كعميل وطالب منك انك انت تتوسط لي للهانم. عايز افتح حساب ب$50 مليون دفعه اولى مشاريع المنظمه هنا، وارجو بقى ان يكون ليك نصيب في التورته الكبيره دي. حاضر، اتفضلي يا فندم. الو. ايوه نورهان، اسمعيني من غير اي تعليق. الراجل قدامك ده داهيه، ما تديلوش الامان ولو بكلمه، وياك تقولي له اي حاجه خاصه بينا. ماشي. اخبار العيال ايه؟ خل بالك منهم وسلمي لي عليهم عبال ما اجي. طيب يا ستي هكلمك بعدين. سلام. مع السلامه. مين نورهان دي يا مناع؟ مرتي ام عيالي، اشتغل مديره في بنك ومن عيله كبيره جوه سوهاج. وعندك عيال كمان؟ عندي حسان وتوفيق. السنة الجاية حسان هيدخل المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. بس لو عايز رأيي بلاش تجيب السيرة دي قدام أبوك لحد ما يخف. أبوك مش حمل صدمة تانية يعني. يا سيدي الأول نطمن عليه وعلى حالته. قول لي إحنا قدامنا أكتر من ساعة صح؟ تقريبا. طيب أنا لو نمت جارك هنا تتضايق؟ لا. نعم نعم. طيب. افرض الكرسي دي ونام. نعم انا زين كده زين. وامتى اقدر استلم دفتر الشيكات؟ اول ما التحويل يتم هتصل بحضرتك. يبقى دلوقتي المبلغ اتحول على المركز الرئيسي، ولو حضرتك اتصلتي هتتاكدي. معلش استحملنا، ده مجرد اجراء روتيني. انا فاهم، واتمنى اني اكسب ثقه البنك، واتمنى اكتر اني اكسب ثقه مناع بيه. لأني مش عارف ليه حاسس إن هو سيء الظن بيا وبيتعامل معايا بشيء من الحذر. لا أبدا، ده بس بيتهيألك. ويا ترى بيتهيألي برضه إن مناع بيحذرك مني بالتليفون؟ بيحذرني منك ليه؟ هو في بينك وبينه حاجة؟ بس هو فعلا حذرك.
لانك طيبه وما بتعرفيش تخبي مشاعرك، ومعاملتك ليا اتغيرت 180 درجه من ساعه ما كلمتك. صدقيني انا مش زعلان، انا مبسوط قوي انك بتثقي بكلام جوزك. صدقيه نفذي بعد اذنك. بروفيسور حضرتك بتتكلم مصري كويس قوي زي ولاد البلد. اللي بيحب شعبه بيتقن اللهجه بتاعته. ما شاء الله. بعد اذنك. رودي عايز معلومه مهمه من محافظه تانيه عن مريض في المستشفى، مين اللي يقدر يجيبها لنا؟ مفيش غير الدكتور علام، راجل صديق ومتعاون. اتصل بيه فورا. اوكي يا بروف. شوف لي يا ابني كده في حد دخل المستشفى اسمه حسان مناع بنداري حتى. تمام يا دكتور. في واحد دخل امبارح باسم حسان الحويتي، حاله فالج نصفي. ممكن تشوف لي مين اللي بيشرف على حالته عشان عايز منه تقرير ضروري. ما دام مخه وعصابي يبقى دكتور علاء. اكيد. اكيد ان شاء الله. شكرا. العفو. ألف سلامة عليك يا ابويا. يا ريتني كنت مت قبل ما أشوفك كده. بص عليك يا مناع يا ولدي. أشوفك كل سنة مرة. غصب عني يا أبو مناع. النهاردة مش هين همّلك أبداً. ما عشتكش. على طول في بالي. لما دينك ولا حاجة. كفاية يا ولدي. ما تحملش على أبوك في الكلام أكتر من كده. الدكتور محرر حليلة نكلمه. وفين الدكتور يا عمي؟ عايز اطمن على ابوي. هاخدك دلوقتي ونروح له. مناع سرقول يا ولدي 2 مليون. طغور الفلوس يا ابوي. عندي فلوس كتير ابيدي لك اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يسيب اللي سرقنا يتهنى بسرقته؟ لا والله ما يحصل ولا يكون. صحة ابوي اهم يا عمي. يلا نشوف الدكتور عايزين نطمن على الراجل. فضلكم يا جماعه عايز ادي المريض الدواء، تفضلوا تروحوا ورا شويه. عاملوا له الاشعه ولا لسه؟ خدوه بسرير وقالوا يعملوا بالحاجات دي ورجعوه بعد ساعتين. من ساعتها حبت عيني نعسان مش دريان بالدنيا افاجش لحد ما انتوا جيتوا. اكيد ادوا له حقنه مهدئه. قول لي انت حضرت على مناع اخوي كيف؟ اسال ما يتوش. بعدين مناع اخوكي بقي حاجه كبيره قوي، كل الناس تعرفه، ربنا كرمه من وسع. يعني ايه؟ فهمني. يعني بقي عنده مصانع ومزارع وعنده شركه كبيره قوي. ربنا يزيدك ويحميك يا ولد ابوي. والله مدام حضرتك الماديه كويسه يبقى انصحك تسافروا برا لندن باريس ميونخ، العمليات دي بتنجح هناك اكتر. مسافر وان شاء الله امريكا ما يهمش. عموما دي التقارير بتاعت الحاله. وهديك اسم دكتور في القاهره هيقدر يساعدك. اتصل لك بالدكاتره في الخارج ويحدد لك موعد. بس يا ريت تاخد له معاك الباسبور بتاع الحاج عشان يجيب التاشيره ويخلص الاجراءات. باسبور ايه يا دكتور؟ مش لما يطلع بطاقه الاول. مش مشكله. طلع له بطاقه وباسبور. وما عندوش شهاده ميلاد كمان. مش مهم. انا هتصرف يا دكتور. بعد اذنك. ربنا معاك يا ولدي. والله ما انا عارف هتعمل ايه. خليه هتطلع لابوك وراك ولا هتنزل مصر تدور له على دكاتره؟ هعمل اي حاجه عشان ابويا يا عمي. انا عندي اصحاب كتير ليهم مناصب. امال يعني ايه مصالح مشتركه؟ همك تقيل يا ولدي، همك تقيل. أه.
يعني مناع خزني معاك لتاني مره. في الحقيقه رحت له مكتبه وما لقيتوش، ومدير مكتبه قال انه ما عندوش فكره. انا كنت مجتمع معاه واتفقت معاه على كل حاجه، مالي انا مال مدير اعماله انا. عموما انا قدمت طلب للبنك بتحويل مبلغ دعم المنظمه 50 مليون دولار دفعه اولى. واتعشم على بال ما توصل الفلوس نكون خلصنا من العقد مع مناع عشان نبتدي شغلنا بقى. اوعدك يا بروفيسور فايهايزر انه هيحصل. مناع مناع. الو ايه مناع بيه؟ ده موقف تحطني فيه مع البروفيسور فايهايزر؟ ايه؟ بتقول ايه؟ انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ يا سيدي عايز تسفر واحد للعلاج بره وملوش اي جد ازاي؟ يا سيدي حالات انسانية على عيني وعلى راسي. يا عم ده الكلام مع وش ده مناع صالح بيه. واضح ان مناع في ازمة ومحتاج حد يقف جنبه. عايز يسفر واحد قريبه العلاج بالخارج وقريبه ده ما عندوش ورق. نعرف منين بقى ان قريبه ده ما كانش عليه حكم ولا ارهابي؟ في الظروف الامنية اللي احنا فيها دي المواضيع دي لازم تاخد وقت طويل. يتهيألي على بال ما تخلص الاجراءات دي يكون المريض توفى. بعد اذن سيادتك عندي شغل عايز اخلصه. لأنه وصلني خبر إن في عركة هتقوم هناك مع البندرية. متتعركوش هنا بالبينة. أنا عشان كده أخوي عايز أعاود هناك. ما عارفش إذا كان مغاوري لقى بينة صح ضد البندرية ولا بيتهمهم بالكيد. تنسى الشراجي الفلوس معلمينها. ما تتعبش نفسك يا ابوي، اكيد عمي هيعمل اللي في الصالح. ما تشغلش بالك يا اخوي بالنجع واللي بيجرى في النجع، خليك انت بس في همك التقيل ده. وعلى اي حال اطمن، مناع ولدك بيعمل لك ورق عشان يسفرك للخارج تتعالج هناك في بلاد الخواجات. انا كده ولا كده مطمن دلوقتي عشان وجود مناع وياه ومالوش عازه هنا. روح يا عمي، روح انت واطمن، وطمنهم في النجح. كلهم ان ابويا هيطيب، ما عايزينش حد يشمت فينا. حاضر يا بنتي، شوف وشك بالخير يا اخوي، شد حيلك. ايوه يا ابوي، عايز تقول لي حاجه؟ قول المناع يا اخوك. لا مر يا دلّه، لا حموت، حموت يا أخي. أحب على يدك يا بوي، ما تقولش كده، إن شاء الله أنا وإنت لا. خلص، هتقعد سنة في شوت، وجبات انطر آخر. إيه ده مناع عشان تعرف تفكر، العصبية دي ممكن تخليك تعمل حاجات غلط. متغاظ يا عمر، متغاظ، مش عارف أصفر أبويا كيف ولا أقول له إيه. أكيد في حل في الظروف اللي زي دي، يعني مثلاً تكتب إقرار أو تعهد أي حاجة من دي. أنا كنت عشمان رئيس الحزب يخدمني. أنت ما قلتلوش إن أبوك؟ محدش عارف إن ليه أب ولا عيلة من أساسه. خد يا ولد، خد الباقي علشانك وحطهم في الشنطة يلا. طب وهتعمل إيه دلوقتي؟ هعمل محاولة رسمية أخيرة قبل ما أخد أي قرار. فعلا الحالة دي محتاجة عملية سريعة جدا في المخ قبل الجلطة ما تتحرك. المستشفى هنا فيه إمكانيات لعملية زي دي؟ فيها طبعا، بس بالتأكيد مش زي ورده. ومين أشهر دكتور بيعمل عمليات زي دي في العالم كله؟ بلا شك دكتور ديفيد كامولي.
تستعد ان هو هيجي هو والتيم بتاعه هنا اهو. الحاج غلاوته من غلاوه مناع بيه عندي. انت عرفت منين يا بروفيسور فرهايزر؟ اهلا مناع بيه. انا كنت بالصدفه عند رئيس الحزب وسمعتك كنت بتكلمه في التليفون وفهمت المشكله ايه. المشكله حلها سهل. الحاج ما يقدرش يسافر بره يتعالج، احنا نجيب له اللي يعالجوه لغايه هنا. يعني زي ما تقول كده هو العنايه الالهيه بعتتني لحضرتك. فجاه كده وانا قاعده مع ابوي لقيت حومه، حومه دكاتره على بهوات على خواجات، وطلعوني بره وتلموا على ابويا يا حبه عيني كانه حته لحمه. اكيد مكالمه مناع للمسؤولين جابت نتيجه، مناع بيواصل. وانت ايه اللي جايبه معاك ده؟ وكل الوكل هنا ممنوع. ممنوع ده ايه؟ ده مناع بجيبيه. هم طلعهم، تعال نطمن عليه. لحظه من فضلكم، لما البروفيسور يخلص كلامه مع مناع بيه خلوكم تفضلوا. انا اللي مجنني وما قدرش يخش مخي، انت بتعمل معانا كده ليه؟ لانك واحد من ابناء المنظمه، انت وابوك الرئيس حسان. منظمه ايه؟ مش فاهم حاجه. خلاص عايز تعمل عبيط وتضحك على روحك نضحك سوا، ولكن المهم في الاخر هنتفق. ما اقول لك ايه، انا مشغول بابوي ما فاضيش الاتفاقات ولا غيره. ابوك هيتعالج وهيخف، ولو كنت لجأت ليا بدل رضوان بيه ما انا كنت حلت لك المشكله زي ما انت شايف. ده انت لو كنت عايز نصفره بره كنت صفرته لك. صفره كيف وهو ما عندوش ورق ولا ليه وجود اصلا؟ تليفون صغير ويجي لك باسبور رسمي وعليه تاشيرات الدول اللي انت عايزها. ده احنا منظمه جامده جامده ومفيش اي حاجه مستحيله عندنا. اكيد طبعا، والا ما كنتش بقيت الخواجه فرايزر الخبير البيئي والزراعي. هديك بطلت تستعبط اهو يا مناع. جابيني. انا دلوقتي اطمنت عليك وعلى صحتك يا ابو مناع. يا سلام على الناس الكبار البركه دول اللي ما بيعرفوش يستعبطوا، مش زي الشباب الاشقيه دول. مناع يا ولدي، اياك يا مناع. اياك ايه يا حاج؟ ده مناع واحد مننا وانت كمان. ولا نسيت ايام زمان لما كنا مع بعض في اسوان وانا حطيتكوا على اول طريق الخير؟ ما تقلقش نفسك يا ابوي، مفيش حاجه تقلق. بالظبط زي ما قالك مناع، مفيش اي حاجه تقلق. احنا اولاد منظمه واحده، نستحمل بعض ونشيل بعض ونحمي بعض وننسى الخلافات الصغيره ونبص على المصالح الكبيره. يعني بكره نمضي العقد. وإذا قلت لك إني مش موافق وإن إحنا ما بقيناش تبعكم؟ عادي، هشتكيكم للحكومة بتاعتكم وهقول لهم الناس دي بتتبرى مننا مع إن لحم كتافهم من خيرنا. وحدي الحكومة المستندات اللي تثبت وجهة نظري، والحكومة بقى هتحكم بينا بالعدل. قلت إيه؟ ندخل بينا الحكومة ولا نتفاهم بالمعروف؟ أجل أي حساب دلوقتي لحد ما أبويا يخف. وبعدين نبقى نتفقوا على اللي يريحنا من بعض يا خواجة بني. وبكره همضي لك على عقد السهاج. اولا بني ده مات واتقتل ومش عايز اسمع عنه. انا البروفيسور. وثانيا انت وابوك من هنا ورايح وبالامر تبع المنظمه. الواجب علينا نحميكم والفرض عليكم ان كنتوا تسمعوا كلامنا. اظن كلامي واضح. كل ما بنشى
شدي وقال الجد لعتاني همي غشير دايس على وردي وريحاني قطعتي يدي وقال الجد لعتاني همي غشير دايس على وردي وريحاني قطعتي يدي وقال الجد لعتاني على وردي وريحاني قطعت يدي وقع لقيت لعتاني همي غشير دايس على وردي وريحاني. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.